بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 175. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث معكم في موضوع الحضانة، ونورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب مع كلام ابن القيم رحمه الله في شرحه لعظيم فائدته، حيث قال: روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقولها كان بطني له وعاء إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به، كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك. فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة. وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم به قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه أثره، ولو كان باطلاً ألغاه، بل ترتيبه الحكم عقيبة دليل على تأثيره فيه وأنه سببه. واستدل بالحديث على القضاء على الغائب، فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة ولا دلالة فيها، لأنها واقعة عين، فإن كان الأب حاضرا فظاهر، وإن كان غائبا فالمرأة إنما جاءت مستفتية، أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها، وإلا فلا يقبل قولها على الزوج إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع. وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر، فلما ولي عمر قضى بمثله. فروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خلي بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. وزوجة عمر أم ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري. قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة، إلى أن قال رحمه الله: والولاية على الطفل نوعان، نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب
وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه تحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها لذلك، قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة، والاحتياط للأطفال والنظر لهم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر له، وتقديم الأب في الولاية المال والتزويج كذلك، إلى أن قال رحمه الله: وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي، فيه دليل على أن الحضانة حق للأم. وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليه، على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها، على قولين، وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة، وإن قلنا الحق عليه وجب خدمته مجانا، إلى أن قال رحمه الله: وقضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه. وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضى به للأم، وإن كانت كافرة أو رقيقة أو فاسقة أو مسافرة، فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفي. فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة لظاهر هذا الحديث. وقد اشترط في الحاضن 6 شروط: اتفاقهما في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين: أحدهما أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. فإن قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة، قيل الحديث خرج مخرج الغالب، إذ المعتاد نشوء الطفل بين أبويه، فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما. الوجه الثاني أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطع الله بين الفريقين، انتهى كلامه رحمه الله. وفيه تحذير لهؤلاء المترفين الذين يسلمون أولادهم الصغار للمربين والمربيات من الكفار دون مبالاة بما يترتب على ذلك من الآثار السيئة وتغيير فطر الأطفال ولغتهم ودينهم بما يوافق دين المربين الكفرة ولغتهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.